واليوم الناس الله المستعان جميع أمورهم مفضوحة، حتى ما يقع في البيوت أصبح ينقل. المرأة إذا طبخت طعاما صورت ثم أرسلته، إذا غسلت البلاط صورت وأرسلته، تصور سريرها، تصور وحقيبتها، تصور. والرجال كذلك، كل شيء اليوم أصبح مفضوحا في هذه الوسائل بجميع أسمائها. والحقيقة أن هذا من السفه، وأنه يجب على المسلمين أن لا ينساقوا وراء هذه التفاهات، وأن يحفظوا أسرار بيوتهم حتى في الأشياء البسيطة. ثبت لدينا أن مثل هذه تكون سببا في العين وفي نزول المصائب،